هذا واستفاد حوالي 300 نزيل من سجن العرجات وواحد بمدينة سلا استفادوا من التلقيح ضد فيروس كورونا. وحسب مسؤول في إدارة السجون فقد تم تلقيح نحو 12 ألف من بين 85 ألف سجين، أي 40% من مجموع السجناء بالبلاد ضمن حملة التلقيح الوطنية بالمغرب والتي بدأت منذ يناير الماضي. كما أشار ذات المسؤول إلى أن جميع موظفي إدارة السجون استفادوا من التطعيم. وأوضح رئيس المصلحة الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون المغربية أن عملية التطعيم ستستمر داخل السجون في إطار عملية التلقيح على المستوى الوطني. العملية ديال التصدي لفيروس كوفيد من أجل حتى لا ينتشر في السجون فهي عملية بدأت في أول ظهور أول حالة بالمؤسسة السجنية واللي كانت في شهر أبريل. ومنذ ذاك الوقت والمندوبية خذت مجموعة ديال التدابير الاحترازية والوقائية من أجل التصدي، وهذه الحملة ديال التلقيح تدخل في هذا الإطار.